أنا قلت إنك نسيتيني. وأنت حد يقدر ينساكي برضو؟ بقالك كتير ما جيتيش. معلش غصب عني. وجاية لي دلوقتي عشان اللي حصل؟ أكيد. أنا عارفة إن مفيش حد غيرك يقدر ينقذني من المصيبة دي. عارفة، أنت بتفكريني بنفسي لما كنت قدك، بس الفرق بيني وبينك إنك ساعات مش بتحسبيها صح. بالعكس، ده المرة دي بالذات أنا حاسبها بعقلي. ثروة علاء المهدي كلها بقت تحت إيدك، يعني أكيد اللي حصل ده في مصلحتك. طب وإسمي؟ ووضعي الاجتماعي؟ إيش خاق الكلام الفارغ ده؟ الناس بتنسى، ومش هيتفضل إلا اسم ندى سيدة الأعمال الكبيرة اللي بتعمل لها ألف حساب. طمع، واللي يطمع كتير يخسر كتير. أنت خسرتي اسم مشعل، وإيه يعني؟ كسبتي فلوس مهدي وحب بابلو. يا ريت لو سمحتي، بس بابلو ما يعرفش كل اللي بيني وبينك. تو ليت. بتعملي ايه؟ هو السكوت طبعا حلو، بس لما ببقى قاعده لوحدي، لكن في قاعده زي دي لا. متهيألي في كلام كتير بينكم لازم يتقال. بابلو، أنا كنت هقول لك على فكرة. وإيه اللي منعك؟ كنت مستنية موضوع بابي ومازي إنه يخلص بس. كنت هتقولي له على كل حاجة؟ وفي حاجة أنا معرفهاش؟ تقولي أنتِ ولا أقول أنا؟ أنتِ بتفتحي ليه؟ هقول أنا. على فكرة، هي ندى مش بس تعرفني، لأ، دي ليها عندي شغل كتير. بس كفاية كفاية. لا كملي، عشان أعرف قد إيه كانت مغفلاني. حادثة مازي. هي وصلت للموت؟ ما انت شايفه عايش اهو بيتنطط زي القرد، وبعدين انت اكتر واحد في العالم عارف ان هو يستاهل اكتر من كده. طب وجلال؟ كمان؟ لا، ولازم تعرف ان اللي خلص عليه الأشقر، اللي هو اصلا ضرب عليها نار. براءة الاطفال في عينيها طول الوقت، حتى هي بتعمل كل مصايب الدنيا. ارجوكي كفايه بقى. هو كفايه فعلا. بابلو، أنا بحبك. المفروض إني أصدقك، ولو صدقتك عايش معاك إزاي بعد اللي عرفته واللي لسه معرفتهوش؟ مفيش أي حاجة تانية. إيه يا نونو؟ هنكتب تاني؟ يعني أقول له الأول على جوزك؟ ولا أنت فاكر إن هو ردها كده ببلاش؟ هو أنت كسبانة إيه؟ كنترول. بابلو جاوز، تأذن أنت لأ. اشتغلتي من دماغك انت واخوكي.